أكد عضو مجلس كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت عبد الوهاب الوزان أن الزيارة التي قام بها وفد كويتي شعبي إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية كانت مفيدة للجانبين، وخاصة في الاقتصاد كونه المحور الرئيسي لتوطيد العلاقات بين أي بلدين بالعالم. من جهته أشاد العميد المساعد للدراسات العليا في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية الدكتور وليد العلي بزيارة الوفد لمجمع البحوث الإسلامية في مشهد والاطلاع على كتاب بعنوان القول الخالد لم ولن يحرف أبدا، والذي يطرح مذهب الإمامية والذي يتطابق تماما مع غيره من المذاهب الإسلامية. احنا نجد يعني كاقتصاديين علينا أن نستفيد من العمق الاستراتيجي للجمهورية الإسلامية الإيرانية فيما يتعلق بالتبادل التجاري، وكذلك إيجاد فرص استثمارية بين الكويت وبين الجمهورية الإسلامية، وهناك فرص استثمارية حقيقة كثيرة في إيران، إن كان في المجال السياحي وخصوصا السياحة الدينية، تجارة فيما بين إيران والكويت، لأن مع الأسف الأرقام اللي موجودة عندنا مخجلة، حقا مخجلة. يعني التبادل التجاري بيننا وبين إيران في 2012 يقارب ال 500 مليون دولار. ما يتعلق بزيارتنا لمجمع البحوث الإسلامية فتحت لنا حقيقة آفاق في موضوع الحوار فيما يتعلق ببعض القضايا التي ربما تكون عندنا بعض الانطباعات الخاصة، كدراسات شرعية تلقيناها. من أضرب على ذلك مثال واحد فقط، ما يتعلق بالقرآن الكريم. ما يتعلق بالقرآن الكريم وجدنا حقيقة الرأي الآخر في هذا المجمع، حيث ألف كتاب القول الخالد لم ولن يحرف أبدا، كتاب يطرح يعني منظور مذهب الإمامية الذي هو متطابق تماما مع اعتقادنا.